وفي ذات السياق، فقد أكدت عائلة المرحوم إبراهيم حمد فيروز ولاءها وتأييدها لصاحب جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة، واستنكرت العائلة سياسة الكذب والافتراءات التي تتبعها دولة قطر عبر قناتها الجزيرة في محاولة فاشلة للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي لمملكة البحرين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البحرين من كل سوء ومكروه.